بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فاستكمالا للذكريات خاصة ذكريات الدراسية ومضات تعريفية عن مقدم هذه الحلقات، فبعد حصولي والحمد لله على الشهادة الابتدائية من مدرسة الملحاة بذلك التفوق الذي تحدثنا عنه الحمد لله، التحقت بمدرسة صبية المتوسطة، وكانت هي المدرسة المتوسطة الوحيدة، فاستقبلني مديرها عند التسجيل أنا ووالدي رحمه الله استقبالا جيدا بناء على معرفته بتفوقي في النجاح من المرحلة الابتدائية، عندما رأى الشهادة والاسم والتعريف من المدرسة وشهادة حسن السيرة والسلوك، المهم استقبلنا جيدا، وكان مبنى المدرسة يقع مبنى حكومي بثلاثة أدوار في ثلاثة طوابق في منتصف الميدان، ميدان سوق صبية القديم الداخلي، كان ذلك مقر المدرسة ولم يهدم إلا منذ سنوات بسيطة، قضيت فيها بطبيعة الحال ثلاث سنوات والحمد لله، قضيتها في دوامي إليها ذهابا وإيابا على حماري أيضا طوال أيام الأسبوع، طوال الثلاث السنوات كاملة من يوم السبت، وكان يوم السبت يوما دراسيا، إلى يوم الخميس، عدا يوم الثلاثاء كانت هناك هذا اليوم يصادف يوم الثلاثاء دائما يوافق يوم سوق صبية، فكانت تأتي شاحنات إلى قريتنا لجلب المحاصيل والمزارعين والمتسوقين ومواشيهم لبيعها هناك، فكنت أتمكن بمرافقة والدي الله يرحمه من استقلال السيارة الشاحنة هذه ذهابا وإيابا، أما بقية الأيام فكنت أغادر فجرا قريتي وأعود قبيل الغروب أنا وزميلي الأستاذ الحسن علي شامي يرحمه الله، ثم في إحدى السنوات جاء أحد الزملاء من قرية قوز الجعافرة وسكن بجوارنا، فكان يذهب معنا ونعود معا، بعون الله سبحانه وتعالى نجحنا جميعا في عام 1392، ومعنا أيضا وكان يسكن في صبية الأستاذ عبد الله أبكر، وكان عند أقرباء له هناك، تم التحاقنا بمعهد المعهد المعلمين في مدينة جازان مباشرة، وقد كانت لي رغبة في الدراسة بالمرحلة الثانوية، لكن نزولا عند رغبة والدي يرحمه الله التحقت بمعهد المعلمين الثانوي، وأنا ذاك كانت هناك الحياة كما هي فيها من الصعوبة، ولكننا وجدنا حياة أخرى جديدة في جازان كمدينة مختلفة عن صبية ومختلفة عن حياتي بالمرحلة المتوسطة لحد ما، حيث اتساع المدارك والأفق وارتقاء نمو الشخصية والنظر للذات بأهمية وتقدير مناسبين، مع الأخذ في الاعتبار شخصيتي الحالية في ضوء ما أرنو الحالية أنا ذاك أعني في ضوء ما كنت أرنو له، لأن تكون شخصية ومقام معلم أثناء الدراسة في معهد المعلمين، لأن خريج المعهد يكون معلما، وحرص كان مني على استشراف المستقبل الواعد لي كمعلم، وأهمية كنت أنظر لهذا بشكل كبير، أهمية الاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية والإعداد الذهني والاجتماعي للمستقبل، فحافظت على كل مستوى دراسي واجتماعي لي ولأسرتي الكبيرة الملتزمة المنضبطة الخلاقة في جديتها وطموحاتها، ورفعت مستوى سمات الشخصية الجادة، فكان والحمد لله تعالى تقدير المعلمين وإدارة المعهد وكافة الزملاء لي كان تقديرا عاليا مميزا، فكنا ندرس في شهر رمضان المبارك، وخلال دراستنا في المرحلة المتوسطة كذلك صادف أن
كنا في رمضان ونفرح ونصوم ونكافح المشاق والتعب خلال هذا الشهر ونصلي التراويح ونكثر من تلاوة القرآن. كنا كذلك طلابا في معهد المعلمين مع فارق يتمثل في أننا كنا نشعر بأننا نحن كبار ندرس في أعلى مرحلة تعليمية على مستوى المنطقة ونعتمد على أنفسنا في إعداد كل شيء في إفطارنا في سحورنا إلى آخره وندير ذواتنا باقتدار. وكنت شخصيا وزملائي ننظر لأنفسنا أننا سنكون قدوات لطلاب الغد، وكنا نحتفل بهذا الشهر خلال دراستنا الثلاث السنوات بعيدا عن أسرنا وقرانا، وكان من واقع تراثنا الاحتفالي بأسلوب بسيط. كان احتفالنا في عزبنا هناك في جازان في غربتنا، وكنا ننظر أننا مغتربون فعلا، وكنا مجموعة من قرى شتى مختلفة ومن جبال فيفا وغيرها نلتقي ونحتفل باستقبال الشهر ونتهادى التهاني. كل مجموعة تذهب إلى المجموعة الأخرى في مقرها وتهنئهم بشهر رمضان. كانت الحياة والاحتفالية بأسلوب بسيط وأسلوب الحياة بسيط وفي ضوء إمكانات محدودة جدا، لكننا كنا ننظر أن الواقع جديد والوضع عندنا فيه شيء كثير من الاختلاف عن قريتنا وقرانا التي جئنا منها إلى هذه المنشأة المعهد المعلمين الثانوي. وكنا نحتفل بطريقتنا الخاصة، وكنا ننظر لجازان بأننا في مكان يعني حضاري أفضل من قرانا، وتعبنا واجتهدنا في دراستنا وتخرجنا معلمين، وسنتطرق لذلك لاحقا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.